نعود من جديد للكاتب السياسي نظير الكندوري الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية. أهلا بكم أستاذ نظير. حياكم الله، حيا مشاهديكم. أستاذ نظير، كيف تقرأ الإعلان عن إمكانية تأجيل أول جلسة مقررة للبرلمان الجديد بالرغم من تحديد تاريخ انعقادها الاثنين المقبل، وما انعكاسات مثل هذا القرار على الواقع السياسي؟ يعني هو دار الحديث على أنه تأجيل لعقد الجلسة الأولى، ولكن لا أظن أنه هذا التأجيل يعني يتحقق وسيتم يعني عقد هذه الجلسة الأولى، ولكن يعني من الصعب جدا أن يتم تحديد الكتلة الأكبر داخل يعني خلال هذه الجلسة الأولى، وربما يستمر هذا الموضوع طويلا، يعني هذا ما أتوقعه. كان العامري صرح بأنه سيتم إسقاط أي حكومة مشكلة من قبل واشنطن خلال شهرين، إلى أي مدى يكشف هذا التصريح الصراع الحاصل بين التيارين الأمريكي والإيراني ووجه الحكومة المقبلة التي ربما تكون ملامحها المحاصصة والولاء الخارجي؟ يعني حقيقة المحورين الشيعيين المتنافسين على يعني الوصول إلى الكتلة الأكبر وصل يعني التنافس بشدة، وصل إلى مرحلة أنه تسقيط الآخر بشكل يعني يبتعد عن السياسة. الآن بدأ ينتقل الصراع من ما هو سياسي إلى الشارع، فالبارحة خرجت مظاهرات يعني تابعة للميليشيا الحشد تندد بالتدخل الأمريكي في تشكيل حكومة، وغدا ستخرج مظاهرات مليونية دعا إليها مقتدى الصدر لاستعراض القوى وإرسال رسالة إلى المنافسين بأنه ممكن يعتمد على الشارع لحسم صراعه مع المنافسين. هذا يعني أن الموضوع الصراع هو يعني موضوع محتدم، ولن يسمح أحدهما للآخر بتشكيل حكومة، ولن يذهب أحد الأطراف إلى المعارضة، وربما السيناريوهات مفتوحة إلى يعني أصعب الحديث. هذا الحديث عن ميليشيا الحشد أستاذ نظير والتجاذبات الحاصلة بين العامري والعبادي تقودنا ربما لخبر عاجل وردنا قبل قليل عن إعفاء العبادي لصالح الفياض عن إعفائه من مهامه في الحشد. كيف تقرؤون هذا القرار الذي اتخذه العبادي نقول في آخر أيامه قبل تشكيل الحكومة الجديدة؟ يعني أنا أتوقع أن هذا القرار ليس بالسهل، يعني غالبا ما تكون قرارات العبادي هي قرارات توفيقية ويحاول أن يتجنب المشاكل، ولكن قراره بإقالة هذا الشخص، وهذا الشخص له أهميته لأنه مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الحشد، بالإضافة إلى أنه كان أحد الشخصيات المرشحة لأن تكون رئيس وزراء، مما يعني اظن الدافع العبادي لاقاله هذه الشخصيه هي المحاولات الايرانيه لجذب الاطراف المشكله لتحالف النصر. كما تعلم هل نفهم من ذلك استاذ نظير، المعذره على المقاطعه، هل نفهم من ذلك ان واشنطن هي المسيطره على خيوط ولعبه تشكيل الحكومه الجديده؟ لا، يعني انا اعتقد ان النفوذ الايراني لا يقل قدرا عن النفوذ الامريكي، بالرغم ان النفوذ يعني المحاولات الامريكيه بالتدخل بتشكيل الحكومه لهذه الدوره الانتخابيه هي اكثر بكثير من الدورات الانتخابيه السابقه، وكانما هناك قرار امريكي حقيقي بانه يجب ان تكون هناك حكومه مواليه للامريكان وبعيده عن الايرانيين، وان لم يتحقق هذا فكما قال هادي العامري أو أحد نواب كتلته بأن الأمريكان إذا لم يستطيعوا تشكيل حكومة موالية لهم سوف يذهبون إلى تشكيل حكومة طوارئ لمدة سنتين. هذا ما كنت سأسألك عنه، عن حكومة الطوارئ التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تقرؤون مثل هذا المقترح وكيف سيستقبله أو تستقبله القوى السياسية في العراق؟ يعني هذا يدلل على ان الامريكان قد اتخذوا قرار يعني حقيقي وصريح بان لا مكان لحكومه قادمه مواليه لايران، واذا ما حدث ذلك الطرف الايراني ومن يتبعه في العمليه السياسيه سوف لن يسكت، ويعني معناها نحن مقبلين على صراع ربما سيكون ليس سياسيا فقط انما ربما حتى يكون عسكريا،
وهذا منحنى خطير للأحداث في العراق. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي العراقي نظير الكندوري، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة أو من مدينة تركيا إسطنبول.